مشاهدينا الكرام، إعلام وزارة الدفاع سيجري جولة ميدانية برفقة قائد عمليات الأنبار وقائد الفرقة الأولى للاطلاع على الصورة الحقيقية والمشرقة في قضاء الرطبة. ابقوا معنا والتفاصيل. تعامل الجيش العراقي اليوم شلون هو وياكم؟ والله ممتاز، حيل جيد جدا، تعاملين ويانا بكل رحاب الصدر، وش نريد منهم حاضرين يقول لك، وما مقصرين ويانا، ومخلينا يعني بوضع نعم مرتاحين و... اي شخص اعرفه، اي شخص اعرفه الى صله يعني، او يتصل او شيء قبل ابلغ عنه. والله اذا يكون ابويا يعني احكي لك الصحيح يعني، يعني كان من يكون ابلغ عنه، لان اذونا والله تاذينا منهم. لاي ساعه يظل انفتح هذا السوق الحيوي؟ والله انا واحد من الناس ابقى تقريبا لل 11 ونص بالليل، مرات ابقى لل 12. قائد عمليات الانبار، كيف تتم اليوم هذه المبادره؟ اكيد هاي رساله توصلها للمواطنين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. القوات الامنيه هنا في موجود في قضاء الرطبه، هي هناك تعاون وتنسيق مع المواطنين، المواطنين ايضا متعاونين مع القوات الامنيه. هذه الرطبه من الناس الشرفاء الذين قدموا ايضا تضحيات ضد تنظيم داعش الارهابي، ولهذا هم لديهم حب وتعاون مع القوات الأمنية، ولا نحتاج إلى انتشار أكثر من الاعتيادي لكون المدينة آمنة ومحاطة بقوات أمنية ولا يوجد أي تسلل من عناصر إرهابية. السلام عليكم. كيف تقيم اليوم الأمن في قضاء الرطبة بعد أن كانت هذه من المناطق الساخنة؟ الأمن جيد جدا في قضاء الرطبة، والأمن لا يحقق فقط بالقوات الأمنية، وإنما أيضا تعاون المواطنين وتعاون القوات الأمنية مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم. الخدمات أهم شيء هي توفر الماء والكهرباء والخدمات الصحية والمدارس. الوضع الأمني مستتب حقيقة، وهنالك تنسيق عالي لكافة الأجهزة الأمنية مع قيادة الفرقة الأولى، وتعاون مع المواطنين، وهنالك تنسيق عالي الغرض منه هو الحفاظ على المدينة وترتيب كامل بالنسبة لنا وفي المداخل والمخارج لهذه المدينة. هنالك توجد سيطرات الغاية من عدها هي ترتيب المسير بالنسبة لدخول العجلات، وهناك تنظيم عالي وهناك تعاون مستمر بيننا وبين الأهالي.
يده طلعت معدل 80. جيد، هذا 80. خلينا نشوف اليوم التعامل الجيش العراقي وياكم. زين الحمد لله. رجعتوا للمدرسه بعد هاي الاجراءات اللي بعد هاي المحاضرات؟ رجعتوا التعامل؟ رجعنا الحمد لله وقمنا ندرس يعني احسن من الاول. لما حياه طبيعيه ومستقره؟ ايه حياه طبيعيه ومستقره. الساعة بيش يظل السوق مفتح هنا العام؟ للتسعة للعشرة هيك هاي وينتهز. ما عندكم أي مشاكل؟ لا لا أي مشاكل ما. الحمد لله الله سلام. مشاكل عندكم هنا؟ على سلامتهم. مشاكل عندكم هنا إن شاء الله باكم. كل شيء تحسنت كم يوم هذه صار لها؟ إن شاء الله الحمد لله. ما عندكم مشاكل الحمد لله إن شاء الله. ما راح يجيكم هم إن شاء الله راح يتحسن. والله بسلامتكم كل شيء إن شاء الله. أهم شيء الأمن. رحم الله والدك. أهم شيء الأمن. إن شاء الله. وإن شاء الله بسلامتكم كل شيء يحصل. إن شاء الله. شلون التعاون الجيش وياكم؟ ممتازين. ها آه. والله عزيزين على يحبونا ونحبهم. خير إن شاء الله. إيه. يعني أكو تنسيق بيننا وبينكم إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. عزيز الجيش علينا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله. والأرض اللي ما عليها حكومة ما بيها طعم. صحيح صحيح. إن شاء الله. إن شاء الله. هلا شيخ. الحمد لله الوضع الأمني كما لاحظتم جيد جدا، والمدينة تنعم بأمن وأمان واستقرار منذ أعوام. ولا يوجد أي حادث أمني يذكر داخل المدينة. الحياة الطبيعية كما لاحظتوا، المدارس، الدوائر الخدمية كلها تعمل في المدينة، والتعاون تام ما بين المواطن والأجهزة الأمنية. تعامل الجيش العراقي بشكل عام جيد، يعني حتى من تكون هنالك تفتيشات، يعني في بعض الأحيان تفتيشات يجون باستئذان وكل رحاب الصدير وتعاملهم حلو ويا الناس. ما تنزعج من هاي التفتيشات؟ بالعكس، هذا إجراء بالعكس سليم، وهذا الإجراء للحفظ الأمن بشكل عام. لا بالعكس، إجراء سليم، وإحنا مع الجيش العراقي قلبا وقالبا. بفضل التعاون الدائم والمستمر بين رجال الجيش العراقي وبين المواطنين، شاهدتم وشاهدنا قلوب صافية وأيادي متشابكة موحدة من أجل أن يعم بلدنا بحياة آمنة مطمئنة. فلا مكان لمن أراد أن يبعث بسلامة عراقنا الجديد. من قضاء الرطبة، علي سامي، إعلام وزارة الدفاع.